كنت في مرة ماشي وقابلت واحد صاحبي بالصدفة على كافيه، لقيته قاعد لوحده كده ودي مش عادته. قلت له مالك يا حزين، شكلك زعلان. قال لي بص يا محمد، انت ربنا بعتك ليا وانا ما بقتش قادر على كل اللي جوايا، عايش من غير ما احكي حاجة لحد. انا خسرت كل الناس يا محمد، حتى بيتي ومراتي خسرتهم بسبب ان انا مريض. انا بعترف انا مريض يا محمد، بس مش مريض بمرض عضوي، لا انا مريض بالشك. انا بشك في كل الناس، حتى في اصحابنا وفي اهلي وفي بيتي. ولو واحد صاحبي ساعدني بشك ان عايز مني مصلحه، ولو واحد اشترى لي حاجه بشك انه بيتاجر بيا، ولو حد حكى لي حاجه بشك انه عايز يوقعني في الناس، ولو حد قال لي خبر بشك انه بيكذب. حتى مراتي بشك فيها رغم انها ست محترمه، بشك فيها وبفتش وراها لحد ما كرهتني وطلقتها. انا عارف ان دي طريقه غلط، ضيعت مني صحابي وضيعت مني بيتي وضيعت مني نفسي، لاني حتى بشك في نفسي. ما عنديش ثقه في نفسي ان اعمل اي حاجه في الدنيا. الشك ده ضيع حياتي. انا اذيت نفسي يا محمد قبل ما اذي اي حد. كنت اتمنى ابقى زي الناس العاديه، ما بقدمش الشر على الخير ولا الشك على الثقه. كنت اخد الامور بشكل عادي وبساطه، لكن للاسف الشيطان تملك مني لدرجه خليتني اهو لوحدي بندم في وقت ما ينفعش فيه الندم. بعد ما سمعته يا جماعه دعنته بكلمتين كده وقمت ومشيت، بس في دماغي سؤال واحد بس، هو ليه الناس بقت تشك في بعضها بالشكل ده؟ بيشكوا انهم بينصبوا على بعض وبيحكوا على بعض وبيكذبوا على بعض، محدش بقى ياخد حاجه بنيه سليمه، ولا حد بيفترض الثقه زي زمان. ويدخل بقى الشيطان من اوسع الابواب يدمر الحياه ويدمر العلاقات ويخليك عايش على شوك مش حاسس بطعم الدنيا. وطبعا بتفقد كل يوم عزيز بسبب ايه؟ بسبب شكك في اقرب الناس ليك. يا جماعه بيت الشكاك اول بيت بيخرب ودنيته بتبقى خراب. حاولوا تخرجوا الموضوع ده من دماغكم وامشوا ورا تعليم ربنا، وحذر يا اخي ولا تخون. افترض حسن النيه الى ان يثبت العكس، والعكس ده يظهر لك ازاي غير لما تتعامل مع الناس؟ بس ما تبدأهاش بالعكس، لأن الموضوع ده استثناء مش قاعدة. ده لو عايز تعيش صح يعني، وبدون ما تخسر نفسك وتخسر الناس. استنونا بعد الفاصل. أي علاقة في الدنيا لازم تتبني في المقام الأول على الثقة. طيب لو مفيش ثقة ممكن العلاقة دي تكمل؟ تعالوا نشوف. مساء الفل. مساء النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ حسام حكيم. حسام حكيم شغال ايه؟ صاحب مكتب توزيع ملابس. يا اهلا وسهلا. طيب يا حسام، نتكلم النهاردة عن العلاقات السامة اللي هي الشك، الناس الشكاكة، سواء حد عشيرته بتشك فيه او هو طول الوقت عمال يشك في كل الناس. تقدر تعيش مع شخصيه زي كده؟ والله انا في حياتي ناس زي كده، يعني مثلا صاحبي دايما بيجي له حالات كده بيبقى فيها يعني عنده وسواس كده، تمام، بيبقى شاكك في كل اللي حواليه. يعني جه فتره من فترات مثلا، تمام، ان هو بدا يشك في معظم صحابه ان هو بيخونوه مع صاحبته، تمام، ويتصل ببعض من صحابه، انا منهم، تمام، انت فين؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ويتصل بيها اشوفها فين؟ ايوه، وصور لي نفسك فيديو. اه والله العظيم ثلاثة. تمام، وصور لي نفسك فيديو، تمام، وفضل لدرجة ان هو مرة، تمام، شك فيا قوي، راح جايب موتوسيكل، تمام، وفضل مراقبني وماشي معايا متابعني ايه وانا بعربيتي، تمام، هو ماشي ورايا وانا مش واخد بالي، تمام، وهو سايق الموتوسيكل، تمام، بيكلمني في التليفون انت فين دلوقتي عشان يتاكد انا كذاب ولا صادق. اي علاقه بتتبني العمود الاساسي ليها ايه؟ هو الحب. وغير الحب؟ حاجات كتير، يعني منها الثقه، منها بس احنا النهارده بنتكلم عن الثقه، ان الثقه هي الوتد الرئيسي لبناء اي علاقه سويه، صح ولا ايه؟ اكيد طبعا، اكيد. طيب سؤالي بقى، تقدر تعيش مع حد شكاك؟
اكيد لا، لان هو الشك ده مرض وللاسف بيبقى مرض في شخصيه الانسان ومن الصعب جدا ان انت تصلحه. عاشرت حد قبل كده شكاك والعلاقه انتهت بالفشل؟ عاشرت حد دون عن ذكر اسمه يعني الله يسهله، كان يعني لما وضع يشك في صباع رجله الصغير. بخصوص ايه يعني مثلا بيشك في ايه؟ في اي حاجه، مش شرط مثلا اي حاجه يشك فيها، مثلا لو قلنا له مثلا ده كان حد معانا في الشغل عموما يعني الحاجه دي كذا، لدرجه انه عنده شك في اي حد بيشك في نفسه هو شخصيا. فتملي كانت علاقته بتبقى فاشله، العلاقه ما بتكملش بسبب شكه في ده وفي ده وفي ده، وفي الاخر هو كان هو بتنتهي معاه بعلاقات مش كويسه. طبعا انا كشخصيا واحد انا لقيته كده يعني المعاملات خلاص انتهت معاه، كان هو عنده مجال اصلا انتهى عشان الشك. تفتكر ان انت مصدر للثقه لكل الناس اللي حواليك؟ لا طبعا، مش كل واحد بيثق في اي حد دلوقتي، في تغييرات وكل واحد بيبقى مش كل حد تثق فيه. طيب خلينا اسالك السؤال بشكل تاني، تقدر تعيش مع حد شكاك؟ لا طبعا، هو ممكن تنخدع فيه وبعد فترة تعرف ان هو شكاك، بس تغير قرارك وترجع لمكانك تاني ان انت ما تعيش معاه. عشرت حد قبل كده؟ متجوز الاول؟ متزوج طبعا. تقدر تعيش مع واحدة ست شكاكة؟ لا طبعا. طب ما في ناس بتزرع الشك جوه الناس وبعد كده يشتكوا، يقول لها انت شكاكة او انت شكاك، بالرغم ان احنا اوقات بنكون السبب ان احنا نزرع عدم الثقة ونزرع الشك في قلوب اللي حوالينا. لا، ما هي طبعا بتبقى عارفه البني ادم اللي عايش معاها، اذا كان مثلا الكلام ده مثلا بيتقال عليه ولا لا، وبترجع برضه بتفكر في الكلام. في ناس فعلا بتوقع بينها وما بين الناس، انما هي عارفه مين البني ادم اللي معاها والبني ادم اللي عايشه معاها. هتتعدل واحوالك هتتبدل باذن الله. اي علاقه ناجحه لازم تبقى قايمه على الثقه في المقام الاول. الثقه هي الاساس المتين للعلاقات، من غيرها مفيش ارض صلبه نقدر نقف عليها واحنا مطمنين. واي علاقه الثقه فيها بتتهز، ولو لمره واحده بتتدمر حرفيا، ما بترجعش زي الاول مهما حصل. يبقى ايه لازمه علاقه قايمه على شك؟ وفين الحب اللي ممكن يكون كل طرف فيه شاكك في التاني؟ الشك دايما طريقه اخره خراب، لانه بيفتح باب الشيطان اللي مستحيل يكون موجود في اي علاقه سويه. العلاقه اللي لازم تتبني على جسر من الثقه ونخليها تكون اقوى وامتن، علشان ما نوصلش لطريق مسدود وهو الفراق او الطلاق. ولو في اطفال طبعا هيواجهوا مصير صعب جدا بين اسره مشتته، فبيطلعوا ناقمين على نفسهم وعلى الدنيا ومشتتين ومش حاسين بذاتهم من الاساس، لانهم ما تربوش في بيئه امنه سويه فيها ثقه بين كل الاطراف. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اياكم والظن. يعني الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بينهي عن الظن اللي هو الشك، يعني لازم نطرد أي أفكار شيطانية الشيطان عايز يدخل منها. ودي أفضل تفصيلة ممكن الشيطان يدخل منها علشان يخرب حياة الإنسان، وعلشان يهيئ للكل إن في حاجة غلط وإن التاني بيخون، ومن هنا يبدأ الشك وتبدأ الخلافات والمصايب اللي بنشوفها كل يوم. قدموا الخير يا جماعة، وكل واحد طالما اختار رفيقه عن قناعة ورضا يبقى لازم يثق فيه. الأصل هو الثقة، والشك ده استثناء. باب الشيطان مقفول يا جماعة، بلاش نفتحه بإيدينا، والتفاصيل الصغيرة دي بتجيب كوارث أكبر، وإحنا اللي بنديله الفرصة يعمل اللي هو عايزه، يأذي ويفكك أسر، يفرق بين الراجل ومراته، يضل الناس ويدمرهم. يا جماعة ابعدوه عن حياتكم وتغلبوا عليه بالإيمان والثقة. الثقة أهم قفل ممكن تقفل بيه باب الشيطان للأبد. وسيب بقى ربنا يكشف لك الناس، وطول ما انت متعلق بحبال ربنا هيظهر لك الصورة الحقيقية. صفي نيتك واعرف انك بتتعامل مع ربنا، وربنا هيجيب لك حقك حتى لو خدعوك، طالما بينك وبينه دايما عمار. شكرا ليكم وإلى اللقاء.